السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جلة الزيت، عن وظيفتها، وعن طريقة عن الطريقة الصحيحة لتركيبها، وعن الأسباب اللي بتخلي الجلة دي تفك، وايه اللي بيحصل لو الجلة دي فكت معانا في المكنة. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك. جلة الزيت بتكون راكبة على الحدافة بالشكل ده، هو ناحية وش الزيت، وبيبقى راكب تحتيها الترس المناول اللي بيسلم الحركة للديسك ويشغل في نفس الوقت ترومبت الزيت. الجلة دي بتكون بالشكل ده هو، وفيها مسمار هنا بسوستة، المسمار ده مفتوح لجوه. الفايدة هنا من الجلة ان هي بتركب هنا عشان خاطر توصل الزيت للكرنك، وبالتالي تزيد بليت عمود البي ال جوه الحدافة، يعني زيها زي اي ماسوره بتوصل زيت لبليه معين او لجزء معين في الموتور. وهنا معانا الموتور اهو بالشكل ده، الجله بتكون راكبه فيه هنا بالشكل ده هو، وهنا بيكون راكب ترس الديسك، وده ترس المناول، وتحت منها على طول بتبقى راكبه ترومبه الزيت. اللي بيحصل ان الجله دي بتكون مقفوله كده على بعضها بالشكل ده هو، وبكون راكبين الثلاث مسامير اللي هنا. المسمار ده ليه فيه فتحه ليه، بتكون في وش الزيت بيركب عليها، بحيث ان هو يدخل زيت للكرنك او للحدافة. الزيت ده بيمشي في مجرى هنا داخل الحدافة الفتحة دي، وبيخش زيت البلية بتاعت عمود البي ال، عشان خاطر ما يحصلش فيه تآكل في البلية، وتبقى الحركة بتاعت عمود البي ال سلسة معانا وناعمة. الفتحة اللي بتكون في وش الزيت بتكون هنا، هنا اهو معانا الفتحة دي، هي اللي بتكون بتدخل الزيت للجلة بتاعت الزيت، بتبقى راكبة هنا بالظبط كده، وتكون ضغط على المسمار ده لجوه، ومن خلالها ساعة ما الزيت بيطلع من طرمبة الزيت بينزل في المجرى ده. المجرى ده ليه مجرى تاني هنا في وش الزيت اهو، وبالتالي بيمشي لحد ما يوصل هنا، وبعد كده بيدخل جوه الجلة وبيبدأ يزيت البلية بتاعت البي ال والكرنك، وبعد كده بيكمل الدورة بتاعته لفوق تمام، ويطلع من هنا من الفتحه بتاعت المسمار او الجوت بتاع الزيت اللي هو بيطلع زيت للتكهات فوق. دي الوظيفه بتاعت الجله، الوظيفه الرئيسيه ليها زي ما احنا قلنا ان هي تزييت الحدافه. يعني ما ينفعش حد يجي يقول لا انا هشيل الجله مش هركبها. لو انت مركبتش الجله انت كده بايه، بتقصر عمر الحدافه بشكل ملحوظ، لان مفيش زيت هينفع هيدخل للحدافه بعد كده، لان دي عبارة عن حلقة وصل بين وش الزيت او بين مجرى الزيت اللي في وش الزيت والحدافة، يعني هي اللي مسؤولة عن توصيل الزيت للحدافة. فبالتالي لو الجلة دي مش موجودة مفيش زيت هيوصل للحدافة، وبالتالي عمر الافتراض هيكون قليل خالص، وممكن تبوظ معانا بسرعة بسبب قلة الزيت اللي داخلة للحدافة جوه. في ناس بيجي يفك الجلة دي، بعض الأوقات ما بترضاش تفك معاه التلات مسامير الصليب اللي هما بيكونوا راكبين هنا، فبيروح قطع جزء هنا من الجلة دي، بحيث إن هو يقدر يطلع كرونة الدبلاش والديسك ويسيب الجلة زي ما هي، وبعد ما يجي يقفل بيقفل عليها من غير ما يغير الجلة، وده طبعا غلط خالص، لأن كده مش هيخلي فيه زيت يوصل لعمود الكرنك أو للحدافة، عشان خاطر إن الجلة دي اتقطعت. طبعا ليها جوان هنا، الجوان ده بيكون راكب هنا لابد من تركيبه تمام، الطريقة دي كده بيركب هنا، وبعد كده بتقفل عليه المسامير. فبالتالي لو الجلة دي ملهاش لازمة ما كانوش حطولها، او ما كانش الخواية عمل لها الجوان ده هو تمام. فما ينفعش باي حال من الاحوال انك انت تشيل الجلة او تقطع منها حاجة او تقطع منها جزء وتركبها تاني زي ما هي، كده مش هتخلي زيت يوصل للحدافة، فلابد ان هي تكون موجودة باي حال من الاحوال. حتى لو انت اضطريت تكسر الجلة ده هي عشان تفك المسامير بتاعتها او تفك الصامولة من جوه، مفيش مشاكل، اهم حاجة تركب جلة جديدة او تركب الجلة مكانها، ما تسيبهاش. لو موجود فيها اي شرخ من بره او اي كسر هنا او هنا، وفي بعض الصنايعية بيقولك لا هيمشي حالها ومش هتعمل حاجة، لا مينفعش، لابد ان الجلة دي تكون سليمة 100% عشان خاطر توصل الزيت للكرنك. وبرضو من فوائدها اثناء الدوران بتلم الرايش بتاع الزيت، وبيتكون وبيتجمع هنا في الأجزاء دي في الدوران ده،
ما بيوصلش للكرنك في رايش كده وزيت. لو انت فكيت الجلة في الموتوسيكل هتبص تلاقي هنا في بعض الأتربة والروايش بتكون موجودة هنا، وده مع سرعة الدوران فالرواسب دي ما بتخشش الكرنك وبتبدأ تتجمع هنا لحد ما انت ايه تيجي في مرة كده تفك المكنة وتبدأ تنظفها. تمام، ده احنا عرفنا ايه الوظيفة بتاعت جلة الزيت في الموتوسيكل. طيب نيجي للنقطة التانية، وهي ايه السبب اللي بيخلي الجلة دي بتتكسر، ولما بتتكسر ايه اللي بيحصل. طيب الجلة دي ليها نظام في تركيبها كده، هو ليها صامولة وليها وردة. الوردة دي ليها نظام في تركيبها، الوردة دي مش وردة مسافة، لا دي وردة جفل. هقول لك على تركيبها دلوقتي، بس الأول أوريك ايه الأسباب اللي بتخلي الجلة دي تفك. عندنا السبب الأول والسبب الرئيسي إن الصامولة بتاعة الجلة ما بيكونش مربوط عليها كويس، أو الوردة بتكون راكبة غلط. في الحالة دي بتبدأ الصامولة مع الشغل تفك سنة بسنة لحد ما الجلة بتقع وبتتكسر خالص. ده السبب الرئيسي والسبب الأول ليها، إن الصامولة بتاعتها ما تكونش مربوط عليها كويس، لأن في ناس بتفك الصامولة دي من خلال الدق بالمفك وبيربطها بنفس الوضع، فبالتالي مش بيجرط عليها كويس. فبعد وقت مع الشغل بتبص تلاقي الجلة دي اتفكت ووجعت في وش الزيت. طيب ساعة ما بتقع الجلة دي أو ساعة ما بتفك ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك انت بتبص تلاقي الجلة دي اتكسرت كلها كده من بره، وفي فيديو دلوقتي هيطلع لجلة مكسورة وهتشوف ايه اللي حصل، وبتخش هنا بتكسر لنا الترمبة بتاعة الزيت دي. تمام، بتتكسر منها ساعة ما الجلة دي بتتكسر، بتقع هنا بتكسر معاها ترمبة الزيت، وبالتالي لو انت مشيت على المكنة شوية وما خدتش بالك بتبص تلاقي الترس بتاع المناول ده طلع من مكانه. تمام، طلع من مكانه بره ووقع هنا، فتبص تلاقي المكنة دايرة واخدة غيارات لكن مش راضية تتحرك من مكانها، وده بسبب ان الترس بتاع المناول طلع من مكانه عشان خاطر ان الجلة اتكسرت او الصامولة بتاعتها اتفكت وبعد كده وقعت فالجلة دي اتكسرت. فبتبص تلاقي المكنة واخدة غيار ومش راضية تتحرك من مكانها، وزي ما انت هتشوف كده في زي ما انت شايف كده في الفيديو اللي انا عرضته اللي ليك، دي جلة زيت مكسورة وكانت جاية المكنة مش راضية تتحرك من مكانها، واخدة غيارات ومش راضية تمشي، وفي نفس الوقت المكنة دايرة ولكن فيها صوت كركبة جامد في ناحية وش الزيت. طبعا في الحالة دي بيكون الشك 90% من جلة الزيت بتكون مكسورة، وبكون ترس المناول واقع من مكانه بالوضع اللي انت شايفه ده هو. تمام، ده اللي بيحصل ساعة ما الجلة دي بتتفك، فلا بد انك انت تجرط عليها كويس وتركبها صح. نيجي بقى لطريقة تركيبها. طريقة تركيبها عادية، ولكن ايه بتركب الجلة كده بالشكل ده هو هنا. تمام، وتيجي هنا للجزء ده المهم جدا اللي هي الوردة. الوردة دي مش وردة عادية ولا هي وردة مسافة. لو بصيت في الوردة دي هتلاحظ ان في جزء منها مقعر او في دوران كده، في جزء منها بارز من ناحية مش مستوية زي الوردة العادية. والوردة دي هنا بتركب عبارة عن جفل للصامولة عشان خاطر الصامولة ما بتفكش. بتركبها بالشكل ده هو، بتخلي الزيادة فيها او البيضاء واللي طالع لبره ده ناحية الصامولة من بره، عشان خاطر اول ما تيجي تربط الصامولة تضغط على الوردة دي لجوه، فبالتالي تعمل معانا جفل للصامولة ويبقى صعب ان هي تفك من مكانها. وبعد كده بتركب الورد دي هنا بالشكل ده زي ما احنا قلنا، بتخلي الدوران اللي فيها البارز ده لبره، يعني ما ينفعش تركبه كده، كده الوردة ملهاش اي لازمة ومش هتعمل معاك اي حاجة. لا، هي المفروض هتركب كده الصح، هتركبها بالشكل ده كده، خلي البروز اللي فيها لبره، وبعد كده بتبدأ تربط الصامولة بتاعتك وتجرط عليها كويس جوه، وتتأكد انك انت مجرط عليها مظبوط عشان خاطر ما تفكش معاك. وبعد كده بتبدأ تركب الجوان بالشكل ده، وبتبدأ تربط الغطا ده هو بالتلات مسامير الصليبة بتوعه. الجلة دي لابد ان هي تكون موجودة، ما ينفعش تسيبها او ما ينفعش ما تركبهاش. هي لو انت ما ركبتهاش المكنة هتشتغل معاك ما فيش اي مشاكل، ولكن هتقصر عمر الكرنك وهتخليه الكرنك او عمود البي ال يبوظ معاك بسرعة خالص، لان طبعا ما فيش زيت واصل له عشان يزيت البلية بتاعته ويزيت الدراع، فبالتالي هتبص تلاقي عمر الكرنك معاك قليل خالص. فلا بد ان هي تكون موجودة، وما ينفعش بأي حال من الأحوال انك انت تشيل الجلة دي من مكانها او ما تركبهاش.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.